قال شخص مركب قسطرة، قسطرة بول، يسأل عن كيفية الصلاة وهل يتوضأ أم يتيمم، وهل تجوز له قراءة القرآن من المصحف أو الموبايل، وشكرا. الإنسان يا أخواننا إذا كان مركب قسطرة أو غيره مما يصيب البدن بالنجاسة ولا يتحرز منه، يعني ما يقدر يتحرز من النجاسة دي، العلماء قالوا هذا يقاس على من به سلس البول. سلس البول ده بكون البول بيمشي منه طوالي ما يقدر يتحكم فيه. الرجل اللي بالصورة دي حاله ده يفعل ما يستطيع من الطهارة فقط، ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم، يتيمم للصلاة ويصلي على هيئته، حتى لو بقى البول بيطلع منه أثناء الصلاة ما عليه حاجة، يواصل صلاته عادي، يتيمم للصلاة وكذا. إذا قدر يثبته يتوضأ ويغسل موضع الأذى، وبعد ذاك ثاني بعد الصلاة يجري كما هو ما في بأس، لكن ما دام ما بيقدر ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم، ويصلي بوضعه هو، لو كان بيقدر يصنجر يصنجر، ما بيقدر يصلي وهو راقد في مكانه، لأن الدين يسر يا أخواننا ما فيه تعسير على الإنسان أبدا. طيب، أما قراءة القرآن من المصحف فالمسألة دي فيها خلاف بين العلماء يا أخواننا، بالنسبة للإنسان اللي ما توضأ ما طاهر، أو بالنسبة للإنسان اللي عليه جنابة، أو بالنسبة للحائض أو غيره، في خلاف بين العلماء حتى بين علمائنا المعاصرين، الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز بيروا إنه ما يجوز للإنسان يمص المصحف إلا بطهارة، أما الشيخ الألباني فيرى جواز مس المصحف بغير طهارة، يرى الجواز بدليلين. الدليل الأول قال لي عدم وجود دليل يمنع، ما في دليل يمنع، حديث صحيح صريح يمنع ما. الدليل الثاني السيدة عائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي في الحرم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أصنع؟ قال اصنعي ما يصنع الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، يعني ممنوع الصلاة وممنوع الطواف بالبيت. قال إذن يجوز لها تمس المصحف، يجوز لها تقرأ القرآن، يجوز لها تخش المسجد، قال ده كله بجوز بهذا الدليل، ولعل الأقرب قول الشيخ الألباني والله أعلم.